قناة الأستاذ نافوري لتوثيق الأنشطة والندوات الثقافية، كل ما هو جديد ومفيد عن الأدب والشعر العربي. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. في المحور الجهوي لمنظمة الشعب المغربي قائد عبد الله القراوي، أنسى الشاب الأديبة سارة التوفيق، حضور الكريم منظمة الكشاف المغربي فرح سلام المريصة، أنه سعيد اليوم في ظل هذا الشهر المبارك الذي نتمنى من العلي القدير أن يتمم علينا هذا العشر الأواخر، وأن نكون إن شاء الله بحول الله من العتقاء من النار. وكما دأبت دائما الفرح منظمة الكشاف المغربي أنه في هذا الشهر المبارك أن يحيى دائما مسابقة في حفظ وتجويد القرآن الكريم، وهي دورة الحاج محمد بن عياد رحمة الله عليه. والآن وصلنا إلى النسخة الرابعة بعد توقفها لسنتين بسبب جائحة كورونا. وأبى الفرع إلا أن في هذه السنة أن يحتفي بمولود جديد للشابة سارة البوفي، وهو من إصدارتها الجديدة لهذه السنة في بعنوان لكي يطمئن قلبي. ونتمنى أن يكون دائما قلوبنا أن تكون مطمئنة بالله سبحانه وتعالى. ونشكر كذلك الأخت سارة على تلبية دعوة المكتب لقراءة في كتابها بعدما كانت قد احتفي بها من طرف جمعية إدريس بالمامون للمنحول، وكان تكريما لها لهذا الإصدار. فأبدت منظمة الكشاف المغربي من خلال الأنشطة الرمضانية إلا أن نعلن على هذا الكتاب، وأن يكون كذلك بالنسبة للجمهور السنوي وكذلك للشباب على أن يتعرف أكثر على هذا الكتاب، أن نتعرف كيف جاءت فكرة هذا الكتاب وما هي محتويات هذا الكتاب إلى غير ذلك من الأسئلة التي سوف يحاورها القائد عبد الله الكراوي، وكذلك بتفاعل إن شاء الله بحول الله مع الحاضرين. شكرا كذلك للحاضرين الذين أبوا إلا أن يحضروا معنا في هذه الليلة بالرغم من الأجواء التي هي أجواء رمضانية، وكذلك الأجواء اللي هي فيها بالنسبة للطقس والسبطر كذلك بالنسبة للأجواء التي تعرفها الساحة الرياضية. فنبدأ على بركة الله ونعطي الكلمة للقائد عبد الله الكراوي. شكرا قائد شكيب زهري من لوب فرح سلام رئيس منظمة الكشاف المغربي. اعتذر قلت شكرا القائد شكيب زهري المندوب الفرعي لمنظمة الكشاف المغربي بسنة المريصة وعضو الفرقة الوطنية لمنظمة الكشاف المغربي القيادة العامة. شكرا للحضور الكريم. شكرا للحضور الكريم على تلبية الدعوة بالرغم من الظرفية الراهنة اللي هي مقابلة ديال كرة القدم، واللي كاين البعض اللي غادي يسمح فيها باش يحضر معنا مشكور، وهذا إن بالله على شيء، فإنما يدل على أن القراءة لا زالت تشكل إحدى اهتمامات الشباب والإنسان المغربي. نجتمع اليوم للقيام بقراءة في كتاب. هو البرنامج ديالنا قراءة في كتاب. الكتاب هو هذا الكتاب الذي بين يدي، وكما لا يخفى عليكم أن الكتاب هو بمثابة مولود وبمثابة ابن لصاحبه لمن ينتجه. هذا الكتاب الذي هو مولود أستاذة سارة البوفي، واللي أتشرف اليوم بتقديمه أمامكم وبتقديم قراءة متواضعة أمامكم
وفتح المجال بطبيعة الحال لمناقشة ما جاء في هذا الكتاب مع صاحبته. قبل ما نبدأ القراءة أريد أن أتحدث عن الفكرة للقراءة في كتاب. لماذا القراءة في كتاب؟ أولا ما يثير في هذا الموضوع أو في هذا الحدث هو شخص الكاتبة. ثانيا هو نوعية محتوى الكتاب. ثالثا هو ما يعرفه المجال الفكري والثقافي في بلادنا بشكل عام. فشخص الكاتبة هو تجسيد لنموذج لكل واحد منا. أي شاب وشابة مغربي ومغربية عندهم طموح، عندهم رغبة، عندهم هواية، عندهم موهبة. كاين نوعان، هناك من يعطي المجال لموهبته وهوايته لتندفع وتنطلق وينتج، وهناك وعليكم السلام، وهناك النوع الثاني الذي تبقى هوايته حبيسة صدره. أنا كنبغي الكتابة، أنا كنبغي الشعر، أنا كنبغي الموسيقى، أنا كنبغي الرياضة. كاين اللي كيبرع وكينطلق في الرياضة وكيمشي للمجال ديالو وكيندافع. الكتابة كذلك، وكاين اللي كيبقى كاين اللي كيقول لك على أنه الظروف كتساعد. لا، أنت خصك تكون مقتنع بنفسك لدرجة تخليك أنك تخرج داك الشيء اللي عندك. هذا هو الهدف ديالنا من القيام بالقراءة في هذا الكتاب، اللي هو بحال اللي قلت نموذج ديال الانطلاق، نموذج ديال إثبات الذات، نموذج ديال المضي قدما بما في داخلك. هذا السبب الأول اللي خلانا نديروا القراءة في هذا الكتاب، لكي يشكل نموذجا لهذا الحضور الكريم، ومن خلالكم بطبيعة الحال جميع الأشخاص اللي كتشكل سارة بالنسبة لهم في عمرية ديالهم نوعية ديالهم. السبب الثاني هو محتوى هذا الكتاب والطريقة التي صيغ بها هذا الكتاب. هذا الكتاب بالنسبة لي بعد القراءة دياله، وأكيد حتى أنتم بعد ما تقرأوه، وكنتمنى أنه يتعرضوا له النقاد في هذا المجال الديني، هذا الكتاب أنا كنعتبره ثورة، ثورة في عالم التبليغ، ثورة في عالم الدعوة. علاش؟ ولفنا كنسمعوا الناس اللي كيهضروا على الإسلام وعلى الدين وعلى الروحانيات هما دوك صحاب الحياة وصحاب الجلابة، في حين وكيهضروا عليه بأسلوب اللي هو يعني تقليدي كيخلق واحد الحاجز ما بينهم وما بين المتلقي. فالكتاب كيف قلت كنعتبره ثورة في هذا المجال، لأنه تناول عدة مواضيع وبأسلوب، غادي نتكلموا على الأسلوب فيما بعد، ولكن تناول عدة مواضيع وفوائد اللي أكيد أنه أنتم كشباب، ويسعدني دائما أن يكون في جمهور الشباب، لأنني أعتبر أن الشباب هما الأمل، الشباب هما المحرك، هما الدينامو اللي يمكن في أي حركة يمكن إحقاق النهضة، ونحن في أمس الحاجة إلى تحقيق نهضة فكرية. هذه النهضة الفكرية اللي مع الأسف الآن تتهدم، وكتهدمها المعاول ديال ما كنبغيش نسمي شي سمية، المعاول ديال التفاهة اللي أصبحت كتنتشر، المعاول ديال الميوعة اللي أصبحت كتنتشر. الكتاب قليل في يمكنك تلقاو اللي كيقرا الكتاب، ولدرجة أنه حتى اللغة اللي ولينا كنتعاملوا بها هي لغة مفروغة من القيمة الجمالية ديالها. كنكتبوا الفرنسية، كنكتبوا العربية، شي لغة كائن حي تطور، ولكن مع الأسف التطور كيخصو يكون لقدام، ماشي يتراجع إلى الوراء وغنبداو واحد النهار نبداو نهضرو باللغة ديال الإنسان البدائي قج مج فج. غنتطوروا في اللغة. إذا قلت على أنه هذا السبب الثاني اللي خلانا منظمة الكشاف المغربي نبرمجوا هذه العملية القراءة في الكتاب هذا. المحتوى ديالو، الطريقة
الفئة اللي هو موجه إليها. إذن على بركة الله قراءة متواضعة وتقديم بسيط ومتواضع، ويسعدني حضور الأستاذة سارة اللي غادي تزيد إن شاء الله تري هذا النقاش بيناتنا. شباب بغينا الجلسة تكون جلسة كي كيقولوا البساط أحمالي، جلسة فكرية، كل واحد فينا يحس بالرقي ديال الفكر، جلسة روحانية دينية بما يوجد في هذا الكتاب من الروحانيات. وبغيتكم تكونوا بالآلحية ديالكم مندمجين معنا في هذا اللقاء، مستعدين أسئلة. إذا الكتاب ليطمئن قلبك، هذا الكتاب هو كتاب من الحجم الصغير كما ترون، في 95 صفحة بمعدل 20 سطر. شكرا قيد جواد اللي في الكتاب هي الأستاذة سارة البوفي اللي هي مواليد، واخا العيالات ما كيبغوش يعرفوا السن ديالو نقولها ما نقولهاش، مواليد شهر نوفمبر سنة 1993 بمدينة البيضاء. هي عضوة برابطة كاتبات المغرب، هي عضوة بشبكة القراءة بالمغرب، هي عضوة ناشطة سياسية، هي عضوة بجمعية تدريس بالمامون للإبداع والبحث في فن الملحون، حاصلة على بكالوريا في الأدب والعلوم الإنسانية، حاصلة على دبلوم عالي في مجال التنمية المعلوماتية. وهذه المجموعة ديال الصفات أنا كنضيف لها إنسانة طموحة وممنهجة في الحياة ديالها. ننتقل إلى البناء الداخلي للكتاب. هذا الكتاب يتكون كما قلت من 95 صفحة. من بعد الصفحة الأولى اللي فيها الإهداء واللي غنتكلموا عليه، كيجيو ثلاثة ديال الصفحات، ثلاثة ديال الصفحات فيهم تقديم وفيهم ذكر ديال الفهرسة، المواضيع اللي كيشتمل عليها هذا الكتاب. وهذه كتبين على أنه صاحبة الكتاب عندها رصيد معرفي وعندها واحد الباجاج ديال القرايه، يعني قاريه كتبه بزاف. وغادي نهضروا على النوع الكتبه اللي قاريه اللي غادي تبين لنا من خلال الصفحات، بحيث انه في التقديم درجات جميع المواضيع اللي غتكلم عليهم في الكتاب، وهذه كتعتبر فهرسه ديال المواضيع، علما على انه الفهرسه كتكون احيانا في الخاتمه ديال الكتاب. اذا المواضيع مع هذيك الفرصة، المواضيع كاين 13 موضوع في الكتاب، 13 موضوع أسردهم عليكم. تعريف الشامل للإسلام، هنا مهم كاين الملاحظات النقدية غادي نقولوها من بعد، ولكن احنا دابا غادي نعرفوا المواضيع. تعريف الشامل للإسلام، نبدأ عن حياته وحي الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام. اليقين بالله، حسن الظن بالله، حلاوة الإيمان، الاستغفار وغيره من الأذكار، الذكر، القرآن الكريم، العفة، العبادات المنسية، فضل قيام الليل، وصف الجنة، وأخيرا كن مع الله ترى الله معك. نتمنى انكم تقراوا هذا الكتاب يا شباب، لانه جميل جدا. اذا هذا الفهرسه ديال المواضيع في واحد التقسيم منهجي، كيمكن نقولوا على انه جوج ديال المواضيع الاولى فيها تعريف وتاريخ، الجزء الثاني او المجموعه الثانيه فيها جانب ايماني ونفسي، ثم المجموعة الثالثة فيها مواضيع سلوكية تتكلم عن السلوك، ثم باب خاص ديال التحفيز اللي فيه وصف الجنة، وختاما الخلاصة اللي هي العنوان ديال الكتاب. إذن هذا بالنسبة للبناء ديال الكتاب اللي كنتكلموا عليه. الكتاب كذلك فيه استشهادات وفيه مراجع اللي كيأكدوا على الجانب ديال الاطلاع الواسع والكبير ديال الأخت سارة
وعلى انها قارئه متمرده. مجموعه ديال المراجع غادي نشيروا ليها. واستدلت وما يثير الانتباه في هذا الكتاب هو انه كاين استدلال كبير بالكتاب بالقران الكريم، بحيث انه خلال الكتاب كاين استدلال ب 120 آية قرآنية، 120 آية قرآنية استدلالية، إضافة إلى مجموعة ديال الأحاديث التي منها ما تم استخراج يعني التخريج ديالو بشكل تام، كيعطي يعني السلسلة ديال الحديث، ومنها ما تم تخريجه بشكل مقتضى. إذن على بركة الله نتكلم في الباب الأول اللي هو التعريف الشامل للإسلام. وهنا كتقولنا الأستاذة سارة على كتعطينا تعريف ديال كلمة الإسلام في معجم ديال المعاني، هذا المرجع الأول اللي اشتغلت به اللي هو معجم المعاني الجامع، معجم عربي. وتورد حديث كذلك عن أبي هريرة أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم عرف الإسلام: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان، وتحج بيت الله، بيت الله سبحانه. حديث حسن صحيح رواه ابن ماجه. وللإشارة استدلال في الأحاديث بابن ماجه ماشي كثير عند الناس اللي كيكتبوا في هذا المجال، لأنه في الغالب كتلقى الناس اللي كيستدلوا بالأحاديث يستدلون بالصحيحين البخاري أو مسلم، حين أنه كنلقاو الأستاذة سارة تستدل بابن ماجه، تستدل بالنسائي، تستدل بمجموعة ديال علماء الأحاديث الآخرين. يعرف الإسلام بأنه الإقرار بالتوحيد مع التصديق. ما راقني وما يمكن أن يثير انتباه هذا الجزء هذا ديال التعريف والتاريخ للإسلام أنها كتورد الجانب ديال أنه الإسلام واليهودية والنصرانية وجميع الديانات السماوية هي دين واحد، هي الإسلام سلسلة. وهذه مقاربة يعني نحن في أمس الحاجة إلى إدراكها والوعي بها. هذوك اللي كانوا نصارى واللي كانوا يهود حتى هم مسلمين. الإسلام من أسلم كما أوردت الأخت سارة في الكتاب، أسلم يعني فوض الأمر لله. و غادي نخلي من بعد سارة يمكن غادي تعطينا هذا كيفاش عرفتها. المسلمون منضبطون في سلوكهم اليومي وتعاملهم مع بعضهم بأحكام هذا الدين العظيم وحدوده وتشريعاته. إذا هذا التعريف المقتضب للإسلام، واللي هنا مبغيتش نقول هذاك تعريف شامل، لأنه باش نقولوا تعريف شامل أصلا قبل من هذا كاين المقدمة. قبل ما نتكلم من الأستاذة سارة على الإسلام تكلمتنا في مقدمة، والمقدمة هنايا ملي كتبدا تقراها تحيلك على أمهات الكتب الفقهية وأمهات الكتب الصوفية بالأسلوب ديالها. اسمحوا لي نقراها لكم، لأنه اللي قرا بزاف الكتب ديال المتصوفة والكتب ديال الكتب الدينية ديال الفقهاء القدامى غادي يبان الأسلوب. الحمد لله الذي لا ناقض للذي بناه. اسمعوا معايا الكلام، هذا كلام اللي ماشي سهل. لا ناقض للذي بناه، ولا حافظ لما أفناه، ولا مانع لما أعطاه، ولا راد لما قضاه. على سنتي وعلى نهجي من يكتب في هذا المجال افتتحت الكتاب بدعاء: إلهي وسيدي أتيت إلهي وسيدي أتيت أطباء عبادك ليداووني خطيئتي، فكلهم عليك يدلوني. لا تهضر من الأول، تقول له سيدي ربي أنا مشيت عند الأطباء باش يداووني العلة وكلهم صيفطوني لعندك أنت يا سيدي ربي. وتفتتح الكتاب بالبسملة. وهنا أحيلكم على الحديث على أن كل أمر لا يبتدئ بالبسملة فهو مقطوع. إذن بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله الذي لا ناقض للذي بناه، ولا حافظ لما أفناه، ولا مانع لما أعطاه، ولا راد لما قضاه،
ولا مظهر لما أخفاه، ولا ساتر لما أبداه، ولا مضل لمن هداه، ولا هادي لمن أغواه. سبحانه أنشأ الكون بقدرته وما حواه. ما شاء الله. هذه الفقرة هذه إلى قريتي غير هذه الفقرة هذه بارك عليك، لأنه فيها من التمجيد للخالق سبحانه وتعالى، ومن التعريف بخصائص الخالق سبحانه وتعالى، ما يؤكد أن هذه الكتابة نابعة من شي حاجة اللي هي روحانية، شي حاجة اللي هي فطرية، شي حاجة اللي ماشي المنطق خدام فيها. وتستدل هنا بالآية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ثم تضيف سبحانه في التسبيح هنا بالبسملة جزنا الحمد لله الآن تسبيح. سبحانه خلق آدم بيديه وسواه وأسكنه في حرم قربه وحماه إلى آخر المقدمة التي تنهيها بالشكل الآتي. وعليكم السلام. ففي جلسة المناجاة مع النفس، هنا الكاتبة عليكم السلام ورحمة الله، هنا الكاتبة كتوضعنا في الإطار ديال الحالة الوجدانية اللي انتجعناها عن هذا المولود. هذا ماشي نتيجة صدفة، ماشي وليد لحظة، بقدر ما هو كتعرفوا البيغ بونغ اللي نشع عليه الكون في النظريات الفيزيائية، وقع داك الانفجار العظيم. فهذه الجلسة هذه هو مثابة داك الانفجار اللي خرج هذا المولود هذا. ففي جلسة المناجاة مع النفس ومحاسبة لها على تفريطها، يعني قال لك اللي كتجلس مع راسك وكتحاسب نفسك راك لقيتي المستوى الإنسان، جزتي من النفس الأمارة إلى السوء إلى النفس اللوامة، مراتي بالنفس طوالي. سألت نفسي كيف تعرفين الله؟ ماذا شباب؟ كيف تعرفين الله؟ وتقرين بنعمته عليك ظاهرة وباطنة ثم تبارزينه بالمعاصي. هنا النفس اللوامة. الله ودي يا سارة وكتعرفي ربي وكتعرفي النعم ديالو عليك وكديري الفلطات في الليل والنهار. وقلت لها أما تخشين الخسف؟ وهذا هنا أكيد دليل على أن ثقافة دينية، لأنه الخسف هو من ضمن العقوبات اللي وردت على الأقوام السابقة الذين خسفت بهم، خسف بهم الله سبحانه وتعالى قوم لوط إلى آخره. أما تخافين العقاب؟ نفس الأول. قلت لها تسوقين إلى الجنة، في الجنة بحريرها ونعيمها الذي لا ينفد. وكلنا ذاك الرجل وكلنا تلك المرأة، كنا بغينا نمشيو للجنة بالحرير والحرير إلى آخره. تسوقين إلى الجنة بحريرها ونعيمها الذي لا ينفد. ألستي تهربين من النار بزمهريرها وأغلالها وعذابها الذي لا ينتهي؟ هنا كيبان لك التكوين الديني الصرف والمقاربة ديال الدينية ديال أنه كاين الترغيب وكاين الترهيب. ثم قلت لها اختاري. قالت أتمنى يوما. فقاطعتها، أسلوب جميل، حوار مع الذات في شكل قد يرقى إلى عمل تجسيدي تصويري. فقاطعتها بقولي أنت في الأمنية فاعملي. قالت فكيف؟ شفتوا معايا الصورة؟ كتهضر مع نفسها. فقالت أنت في الأمنيات، كيف جالسة كتمناي؟ ونوضي تخدمي، فاعملي. قالت كيف؟ صف لي الطريق. وهنا ملاحظة، باقي لا سأل، هنا ملاحظة لغوية كتفضح الكاتبة. كتفضح الكاتبة بأنها كتغيب شخصيتها كأنثى. هاد الجملة في هاد الجملة بالضبط. صيف لي مع من كتهضر؟ هي في الأول كانت كتهضر مع الأنثى، مع سارة. دابا هاد صيف لي على من كتهضر؟ واش ضمير الحي ديالها؟ إذا كتهضر بصيغة مذكر. صيف لي الطريق وبين لي العقبات. عاد كتعرف لنا الكتاب، ف
فهذه جملة خواطر عنت لي أثناء مكابدة الطريق، ومن جملتها التعريف الشامي للإسلام. ثم ننطلق إلى فقرة التعريف الشامي. التعريف الشامي للإسلام أورد التعريف الاصطلاحي اللي استدلت فيه بمعجم الجامع وكذلك بالحديث النبوي، وأشارت إلى ملامح الإسلام الخاصة، وكون الإسلام هو ديانة مستمرة منذ بداية الخلق. ملة أبيكم وإبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شاهدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. دين الفطرة. ثم تنطلق بعد ذلك إلى نبدأ من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. نبدأ تعرفنا فيها تعريف بسيط جدا، وهنا قد يلاحظ أنها استدلت بكتب في السيرة دون الإشارة إلى اسم المؤلف، بحيث أنها في البداية تقول أبو القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، ازداد 22 أبريل 571 8 يونيو يعني وكتعطي هذا راه جميل، كتعطينا التاريخ بالميلادي، انه كنقولوا ازداد عام الفيل، هذا هو المعروف عندنا، فكتعطينا التاريخ بالميلادي. ذكرت المرجع الرحيق المختوم ونور اليقين دون الإشارة إلى الكاتب، قد يعاب عليها. وكذلك تشير إلى كتاب السيرة النبوية الصحيحة، مع المعلوم أن كتب السيرة متعددة وكثيرة، وكان حري بالأخت سارة أن تحدد أي كتاب، لأنه كان الناس اللي كيكتبوا السيرة كلهم كيستدلوا بالسيرة ديال ابن هشام في البداية. على كل تعريف مقتضب كتعطينا من هو رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، وتعطينا مدى تأثير الشخصية ديال النبي محمد صلى الله عليه وسلم في التاريخ. هذا الشيء كله كيوقع في الصفحات الأولى اللي هي من الصفحة 7 إلى الصفحة 17، يعني 10 ديال الصفحات كتعرفنا فيهم الإسلام، كتعرفنا فيهم الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتتكلم عن الوحي. عن الوحي تقول، كتعطينا بطبيعة الحال الاصطلاح، التعريف الاصطلاحي، يطلق الوحي على الإشارة والكتابة والرسالة والإلهام. ثم تورد في ذلك الآيات، وبحال قلت في البداية 120 آية القرآنية لمستدل بها في هذا الكتاب، رصيد مهم. كتعطي آيات تستدل بها على أنواع الوحي، لأنه الوحي هنا كتقول والوحي بمعنى اللغوي هو الإلهام الفطري للإنسان، كالوحي لأم موسى، الإشارة السريعة، وسوسة الشيطان، وتزيين الشر في نفوس أوليائه، من احتاجك يكون وحي فيه كلام. التعريف الشرعي هو إعلام الله، التعريف الشرعي للوحي وهذا جانب مهم، هو إعلام الله أنبياءه بما يريد أن يبلغه إليهم من شرع أو كتاب بواسطة أو غير واسطة، مقتطف من أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة. كذلك نفس القضية، مرجع دون الإشارة إلى صاحب المرجع، الكتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة. إذن تتكلم لنا عن الوحي وعن عن أشكال الوحي. ثم تنتقل بعد ذلك إلى الموضوع الثاني، والذي هو موضوع اليقين اللي تكلمت فيه من صفحة 18 حتى الصفحة 25، أي 7 ديال الصفحات تتكلم عن اليقين. والجميل أنها تعرف اليقين اصطلاحا كذلك منهجية علمية، تعطي التعريف الاصطلاحي للكلمة، التعريف اللغوي للكلمة، ثم تطلق العنان للقلم ليجود بما جاد به في مجال الكلمة. فكلمة اليقين بالله تعرف اليقين بالله هنا، وتترك وتورد آية واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين في هذه الآية تقول الكاتبة على أنه هو الموت، وهذا تعريف لي يعني أورده بعض المفسرين، بدلوا أنها أشارت إلى كتاب التفسير. وتريد بعد ذلك
طولت عليكم راه مازال الكتاب حنا غاديين غير ملي تحسوا بشويه د المبالغ فيقوني هنا كتقول لنا واحد الحاله عجبتني وقيدت عليها واحد كتقول لنا على انه اليقين ينقسم الى ثلاثه مراتب اساسيه اليقين اليقين شنو هو هو التاكد هو الى اخره كاين علم اليقين وكاين حق اليقين وكاين عين اليقين وهذا الناس اللي كيدرسوا الفقه واللي كيدرسوا الكتب الصوفيه كيعرفوا هذه المراتب ديال اليقين واعجبني المثال الذي اوردت ديال البحر ملي كتذوق الماء البحر كتعرفوا مالح كاين عين اليقين كتشوفوا وكاين حق اليقين كتلمسوا وكاين اليقين غادي نخليها بعد ربما تكلمنا غير هنا واحد الاشاره جابت الاخت ساره كتقول فكان للصوفيه مثلا تعرفهم الخاص وكان لاهل العقيده نظره مختلفه تماما هنا كنطرح سؤال الاستاذه ساره اليس الصوفيه من اهل العقيده كيف نميز بين اهل العقيده والصوفيه لان هنا قد يفهم على ان الصوفيه ليسوا اهل عقيده ملاحظه اخرى وهذه غادي نلقاوها في الكتاب تورد احيانا قال بعضهم او قيل فحري بنا في هذا المجال هذا اننا عندما نقول قال بعضهم نشير الى كنقولوا جاء في الاثر قال بعضهم علم اليقين ما يحصل عن مجرد الفكر والنظر فقط اما عين اليقين فهو ما يحصل من مشاهده العين عيانا وابصار الشيء وحق اليقين فهو اجتماع الابصار والمشاهده مع التفكر والتدبر بعظمه ذلك الشيء من بعد تعريف ديال اليقين كتنتقل المظاهر قوة اليقين بالله واليقين بالله المظاهر ديالو تلخصها في الرضا بقضاء الله وقدره تلخصها في إعانة المسلم في شؤون الدنيا وسبب كذلك للنجاة يوم القيامة ثم تنطلق بعد ذلك للتساؤل كيف أقوي يقيني بالله هنا كنرجعوا لك الحوار اليقين بالله راه شي حاجه اللي هي كتعطيك الراحه النفسيه شي حاجه اللي هي كتخليك كتكون يعني صادق في الايمان ديالك كتخليك تمشي في الطريق ديال الله سبحانه وتعالى بشكل سليم كيف يمكن تقويه هذا اليقين بالله وتريد مجموعه ديال الاساليب نخليكم تكتشفوها في الكتاب ولكن اريد النبي اريد حديث هنايا اوردته كاستدلال فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله وسلوا الله اليقين والمعافاة فإنه لم يؤت أحد بعد اليقين خيرا من المعافاة جوج الحوايج طلبوا من عند الله سبحانه وتعالى يعطيكم اليقين ويعطيكم المعافاة وهنا تستدل بالحديث الذي رواه أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع بعد الحديث عن درجات اليقين تتكلم لنا عن علامات اليقين لتنطلق بعد ذلك إلى الفقرة الموالية المرتبطة بحسن الظن بالله حسن الظن بالله اللي أتكلم فيه من الصفحة 26 إلى الصفحة 31 أي بمعدل 5 ديال الصفحات 5 ديال الصفحات حسن الظن بالله فتورد لنا ما هي أهمية أن نحسن الظن بالله وتريد مقتطف من كتاب الآداب الشرعية صفحة 135 تقول قال ابن عقيل رحمه الله الواحد من العوام إذا رأى مراكب مقلدة بالفضة والذهب ودارا مشيدة مملوءة بالخدم والزينة لفاسق من الناس قال انظروا إلى إعطائهم مع سوء أفعالهم قال كيف يعطيهم الله هذا وهم لا يستحقون أفعالهم سيئة ظلمة كفرة بأيديهم اقتصاد العالم فيقول بعض أصحاب العقول المريضة كيف هو يلعنهم في كتابه ومع ذلك يعطيهم نقول افهم يا مسكين يعطيهم استدراجا ليزدادوا إثما هذه فقرة نحن نتحدث عن حسن الظن بالله وحسن الظن بالله تورد فيه هاد كاين بعض الناس اللي كيشوف الله سبحانه وتعالى تيعطي للناس اللي ماشي مسلمين تيعطيهم الخيرات وكذا وكيقولوا كيفاش هذا اذا قلنا بلي راه سي الراجل
قال أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله: وهذه حالة. وهنا كنقول الأخت سارة على أنه كان حري أن نذكر المراجع التي قال فيها أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله هذا، وكذلك تستدل بقول لابن الجوزي دون ذكر المرجع. بعد حسن الظن بالله هناك اجتهاد في التفسير، لو دامت لغيره ما وصلت إليه فلا تدوم لأحد، ولا يبقى إلا الله ملك الملوك، يقول الله إذا طوى السماوات والأرض بيمينه، يقول أنا الملك أين ملوك الأرض، فلا يجيبه أحد، لمن الملك اليوم. وهنا ملاحظة بالنسبة للآيات التي أوردتها الأخت سارة، تأخذ من الآية الجزء المرتبط بالكلام فقط، يعني ما كتوردش الآية تخرج، وهذا قد يؤاخذ عليك. ثم تنتقل إلى حلاوة الإيمان، وهذا هو الجميل، تسلسل منطقي. عرفتنا الإسلام شنو هو، هذا شكون هو الرجل اللي جابنا في هذا صلى الله عليه وسلم. انتقلت الى واحد صفه من الصفات اللي كيحث عليها الاسلام، اللي هي اليقين، واللي هي من تحلى بها افلح. ثم تتكلم لنا عن الجمال، عن الحلاوه ديال الايمان، تنطلق الى الجانب النفسي، الجانب الاطمئنان. هنا كنبداو ندخلوا في العنوان ديال الكتاب، حلاوه الايمان. تقول عن ابي قلابه عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوه الايمان، ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، وان يحب المرء لا يحبه الا لله، وان يكره ان يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ورد في صحيح البخاري. إذن البداية قلنا على تورد هذا الحديث اللي كيعطي الصفات ديال الحلاوة ديال الإيمان، كيفاش يمكن نوصلوا أن يكون الله والرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليك من غيره. للإيمان منطق وللإيمان حلاوة. منطق الإيمان شيء وحلاوته شيء آخر. ملي كنقولوا الايمان ككلمه عندها معنى، ملي كنهضروا عليها كاحساس عندها معنى اخر. منطق الايمان يحتاج الى تفكير، ولكن حلاوه الايمان تحتاج الى عمر. منطق الايمان يحتاج الى احكام العقل، ولكن حلاوه الايمان تحتاج الى مجاهده النفس. فرق كبير بين منطق الايمان وبين حلاوه الايمان. وهذه فقره مهمه جدا، تبين لنا على أنه الإيمان هو شيء حاجة خصها تكون في القلب ويصدقها العقل. ندرك حقيقة الإيمان بعقولنا، ولكن نشعر بحلاوته بقلوبنا. كذلك تريد مجموعة من الآيات لتنطلق بعد ذلك إلى جزء مهم من الأذكار، وأفردت له بابا خاص اللي هو الاستغفار. ثم تأتي بعد ذلك وتقرد بابا للذكر، علما على أنه الاستغفار هو كذلك الذكر. تتكلم لنا من صفحة 43 إلى الصفحة 51، أي ما معدل 8 ديال الصفحات كلها تتكلم فيها على الاستغفار، على الأهمية ديال الاستغفار، على العلاقة ديال الاستغفار بالتوبة، وتعطينا طبيعة الحال شروط ديال التوبة، وتتكلم عن الاستغفار اصطلاحا، وتأتي لنا بالشرح اللغوي لكلمة استغفار من غفرة وفي آخره، ثم تتكلم عن أهميته، وتريد كذلك الأحاديث، بعض الأحاديث في موضوع الاستغفار. فمن جلس على سبيل المثال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه أو لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك،
إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. وهذا حديث صحيح عن أبي هريرة صححه الألباني وورد كذلك في صحيح الترمذي. بعد ما كتكلمنا عن الاستغفار العلاقة دياله بالتوبة فيما معدله 8 ديال الصفحات، تنتقل إلى الحديث عن الذكر، الذكر بجميع أشكاله. والذكر هو أهم حاجة يمكن يقوم بها الإنسان في علاقته مع الخالق سبحانه وتعالى، لأنه كما ورد في كتابه العزيز عن الحق سبحانه وتعالى يقول: اذكروني أذكركم. ولم يطلب منا الله سبحانه وتعالى أن نكثر من شيء أكثر من الذكر. جميع عبادات طلب منا أننا نؤديها إلا الذكر، فقلنا اذكروا الله ذكرا كثيرا، اذكروا الله ذكرا كثيرا. هنا تتحدث لنا عن الذكر، لست هنا بصدد الحديث عن كل فضائل ذكر الله فهذا أمر يطول، ولكني أقصد الإشارة للعابدين عموما الحريصين على تعمير أوقاتهم بالذكر، لقول ابن قيم. وهنا تستدل سارة بابن قيم وابن الجوزي، وهما من الفقهاء الذين يستدل بهم الكثير ممن يكتب في مجال الدين: إن أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرا لله عز وجل. الله أكبر، الحمد لله. أي عمل كيديروه الناس، وهذه فكرة رائعة مقاربة زوينة، خدمة اللي كدير، أي خدمة كديرها كتكون غادي في السوق، أهل أي عمل كيديروه أكثرهم نفعا هو اللي كيذكر فيه الله. ويروى في الأثر أنه أحد الصحابة كان يمشي في الأسواق، ما لست أذكر بالضبط من هو، يمشي في الأسواق ويذكر الله في الأسواق، لأنه ذكر الله في الأسواق فيه أجر أكبر من ذكره في مجالات الذكر اللي هي المساجد. إذن أول جانب، وتولد كذلك الآيات التي تستدل فيها على أهمية الذكر: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، سورة البقرة الآية 152. وتذكر الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى، هنا الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وتورد هنا قصة عن أحد الصحابة الذين ذكروا بالاسم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. تتكلم عن الأذكار والأدعية، ثم تنتقل بعد ذلك إلى القرآن الكريم، علما على أنه القرآن هو كذلك ذكر، هو الذكر الحكيم، وهو أفردت له جزءا من صفحة 61 إلى صفحة 63 تتحدث عن ما هو القرآن. وقد ألاحظ هنا تعبيرا أنا سطرت عليه، تقول: القرآن هو أقدم الكتب العربية. فيه كلام، إن القرآن تعريفه، تريد التعريف هنا، ويعد بشكل واسع الأعلى قيمة لغويا. أنا كتكلمنا عن الجانب اللغوي، سيو دابو أسلامه يبقى شي لاباس، هنا كتكلمنا عن الجانب اللغوي لأنه اللغة العربية حفظت بالقرآن. وتستدل بأحمد شوقي، برشيد سليم الخوري، بجبران خليل جبران، وهذه كلها استدلالات تدل على مدى اتساع أفق الكاتبة في مجال القراءة وفي مجال الاطلاع على المواضيع الأدبية. ويعود الفضل في توحيد اللغة العربية إلى نزول القرآن الكريم. ثم تعطي تعريف
يحتوي القرآن على 114 سورات وصنفوا إلى مكية ومدنية. هذه معلومات لأن الكتاب بالإضافة للجانب النفسي والروحي وديك الفلتات اللي كيفلت فيها القلم وكيكشف الداخل ديال الكاتبة وكيكشف حتى الواردات التي ترد في حالات نفسية معينة، فيه معلومات اللي هي علمية، ولذلك يعتبر كما قلت هذا الكتاب مرجع فريد من نوعه في هذا المجال هذا بالنسبة لهذا الجهة وفي هذا الوقت هذا. تنتقل مباشرة بعد الحديث عن القرآن إلى الحديث عن موضوع آخر، وهي لما صنفت صار الكتاب في البداية على أنه خواطر تحس بالفعل عند قراءتك لهذا الكتاب أنه هناك خواطر، لأنه بعض المرات يمشي التسلسل وبعض المرات تخرج فقرة من خارج ذلك التسلسل. مثلا عندما تحدثت عن اليقين كفقرة في إطار الذكر كانت وقفة، هنا تتحدث عن العفة كوقفة، اليقين حالة إيمانية، العفة حالة سلوكية اللي تتحدث عنها فتقول تعرف أننا ما هي العفة، العفة خلق العفة، دعا الإسلام إلى التحلي والتخلق بكل خلق حسن، فإنما يعرف المسلم بأخلاقه الحسنة ويمتاز عن غيره بتمسكه بها، ومما ينبغي على المسلمين أن يتميزوا به من الأخلاق خلق العفة. أشنا هي العفة؟ كتقول لنا الأخت سراء، العفة في اللغة هي مصدر لفعل عفة، يقال عفة عن الحرام يعف عفة وعفا وعففة، مستندة في تعريفها هذا إلى معاجم اللغة العربية ومعجم المعاني الجميع. ثم على تمشي على النهج الذي صارت عليه للاستدلال كذلك على العفة بآية قرآنية فتقول كاستدلال جاء ذكر العفة في نصوص القرآن الكريم في مواطن كثيرة وفي حالات متعددة من هذه النصوص، ومن هذه النصوص قال الله سبحانه وتعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. تعرفوهم مع العلم أنه قد يلاحظ، وإذا بغينا نتعمق في الكلام على أنه المقصود بالعفة يجانب إلى حد ما التعفف في هذا المجال هذا. التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، سورة البقرة في الآية الكريمة يبين الله تعالى. ثم تورد كذلك آية أخرى قال سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وهنا تجعل القارئ يستشف من الآية مفهوم العفة، أشنا هي العفة؟ كون عفيف، راه عندك واحد الصفات اللي كتبين لك العفة. مثال فيه كلام أنا كنسجل واحد الملاحظة يمكن شطرها معكم من ضمن الآيات اللي جابتها الأخت سارة على موضوع العفة، تقول وراودته في سورة يوسف أكيد وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. هذا المثال أوردته الأخت سارة في موضوع العفة، إلا أنه كما قلت فيه كلام لأنه لولا أن رأى برهان ربه، ويقال هنا في كتب التفسير أنه رأى ملاكا وراءها واقفا. بغيتكم تناقشوا معايا هذا الشيء هذا ولا حبذا، وكان الكتيب عندكم كاملين وقريتوه غادي نتذكروا فيه وغادي نزيروا صراحة ديالك. تنتقل كذلك إلى موضوع تربية الأبناء وتنشئتهم على العفة. ثم بعد العفة
تتكلم لنا الأخت سارة عن العبادات المنسية، وتريد هنايا واحد المجموعة ديال العبادات اللي سمتها منسية، واللي بالفعل هي عبادات اللي ما كياخذوهاش الناس بزاف في الاعتبار. هاد العبادات تتكلم فيها على قاعدة تقول النيات اللي هي عبادة، اليقين، التوجه. تتكلم عن عبادات منسية، سأترك لها المجال لتحدثنا عنها في بعد. ويروقني وراقني وقد يروقكم كذلك من ضمن الاستدلالات والكتب والمراجع التي استدلت بها الأخت سارة، أحد الكتب اللي يعتبر مرجع أساسي عند أهل الله، كتاب مدارج السالكين. فهنيئا لك الأخت سارة إلا كنت طلعت على هذا الكتاب. هذا مدارج السالكين هو من الكتب، من أمهات الكتب ديال أهل الله. في فقرة جميلة تقول: فهيا يا سادة لتحقيق اليقين في قلوبنا وقلوب من نحب، وإليكم بعض الفوائد العظمى لتحقيقه في قلوبنا. هنا كترجع اليقين، ولكن خطاب مباشر. من غتقرأ الكتاب كتلاحظ على أنه ازدواجية. أحيانا الكاتبة غائبة وتندمج كقارئ مع النص، مع الموضوع، مع الكتابة، وتارة تخرج وتطلع عليك الكاتبة بشخصيتها وبأحاسيسها وبخطابها الذي ابتدأت به الكتاب، النفس اللوامة، لتخاطبك وترجع بك إلى نفسك، ومن خلال نفسك إلى العمل والسلوك. تتكلم لنا بعد العبادات المنسية عن فضل قيام الليل، وقيام الليل هو عبادة من العبادات التي لا تضاهيها عبادة أخرى إذا كانت بالإخلاص. وتأتي بالآية كدليل أو كاستدلال، الآية الكريمة التي تقول: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. سورة السجدة. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. كلنا نعرف فضل قيام الليل، وكلنا نعرف أن قيام الليل هو واحد العبادة اللي هي متميزة جدا، وأكيد أن منا من ذاق حلاوة هذه العبادة. أكيد أنه ما كاينش شي واحد ما ناضش شي مرة في حياته وصلى شي جوج ركعات في الليل وحس بديك الحلاوة ديالو. فعندما تريد الأخت سارة هذه العبادة فهي تذكرنا بها وتؤكد على أهمية اللجوء إليها. تتكلم عن فضل قيام الثلث الأخير من الليل بأسلوب أدبي جميل وباستدلالات، وتعطينا كما قلت، تتكلم شوية على السلوك وشوية على الإحساس، تعطينا بعض الأسباب التي قد تعين الإنسان على القيام بهذه العبادة. وبعد أن تتكلم عن فضل قيام الليل، في رحلة وفي انتقالة من عالم التنظير والأحاسيس والمعلومات إلى عالم ما وراء الطبيعة، لتعطينا وصفا للجنة. تقول: وصف الجنة بالتفصيل. وهنا أقول لها: يا أختي سارة، كان يكفيك أن تقولي وصف الجنة، لأن التفصيل على كل. وصف الجنة: الجنة هي الفوز المبين والثواب الجزيل، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، هي نور يتلألأ وريحانة تهتز. عندما تقرأ هذه المقدمة في هذا الفصل أو في هذا الباب، تتأكد أن الكتابة نابعة من إحساس إيماني صادر عن ورود أو عن واردات نورانية. ما يمكنش نهضر على الجنة وأنا ما كنشوفهاش. ما يمكنش نهضر على الجنة وأنا ما حاش بها بالعمق ديال الكلام. يمكن نهضر عليها
الجنة، فيها الحور العين، فيها الياقوت، فيها المرجان، فيها تياب وخضر وخضر وسندس واستبرق، هادشي كاين. ولكن باش نخرج جمل بهذا الإحساس خصني نكون مآمن بها. ثم تورد كذلك الآيات: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان، ورضوان من الله أكبر. فعلا ذلك هو الفوز العظيم، نرى أكثر من الجنة. إذن تورد لنا الحديث عن الجنة، أوصاف الجنة، تتحدث عن أبواب الجنة السبعة التي يمكن الدخول منها، وتورد بعض الآيات، وتورد الأحاديث الكفيلة بأن تجعلنا ننظر إلى صفات الجنة: أنهار وعيون، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة، سبحان الله حلاوة كلام الله وحده، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وما أعجبني و أنه لكاء الأخت سارة كاين دوك لي فيمينيست، الناس دابا اللي كاين العيالات اللي كيقول لك الحور العين، واش زعما الجنة فيها غير الرجال اللي غيتبرعوا؟ الأخت سارة تورد الحور العين هنايا في كتابها لتقول: لأهل الجنة زوجات من الحور العين ذات جمال أخان مطهرات من الأذى أبكارا لم يتزوجن من قبل، ودليلها في ذلك أكيد من الكتاب عربا أترابا إلى آخره، أبكارا لم يتزوجن من قبل متحببات لأزواجهن جمالهن يضاهي اللؤلؤ والياقوت والمرجان. والشباب اللي كيمشيوا اليوتيوب إلى بحثوا دابا غتلقاو تبارك الله بزاف، وهذا راه خطر كبير. الآن كاين في اليوتيوب مجموعة ديال التيارات اللي كتكلم على الدين وكتكلم على الإسلام، كنلقاو مثلا شحرور، كنلقاو الكيلاني، كنلقاو واحد المجموعة ديال المفسرين اللي بداو كيهضروا وكيعطيو شي تفاسير. أعجب ما سمعت وما اكتشفت مؤخرا حديث عن هذا الحور العين، وكيهضر عليه بواحد المقاربة وواحد الشكل آخر. على كل يكفي فخرا أن الأخت سارة هنا تريد هذا الجزاء الذي وعد الله سبحانه وتعالى به المسلمين في الجنة، والذي هو زوجناهم حور العين أي إن كان شكلهم. هنا الشباب، علاش أنا قلت هذا يعتبر ثورة في المجال ديال هذا المجال ديال الدعوة والتبليغ بالنسبة للشباب، لأنه خصو يثير انتباه لمجموعة ديال التساؤلات. يجب أن يكون هذا الكتاب دافعا للبحث، دافعا لتعميق المفاهيم، دافعا لجعلنا نتساءل وجعلنا نبحث. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوي. إن الله سبحانه وتعالى لا يعبد عن جهل، لأنه يفعل الجاهل بنفسه ما لا يفعل العدو بعدوه. وما أصابنا من تقهقر الآن، وما أصابنا من أوبئة اجتماعية ومن أمراض نفسية إلا نتيجة انخفاض درجة وعينا، إلا نتيجة تشبتنا ببعض السلوكات الجاهلة والتي تجعلنا نصنف ضمن الجهلة. رجاء 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 حاربوا الجهل، ابحثوا، شغلوا العقول وقرأوا الكتاب. يتكلم عن حور العين لنخلص بعد ذلك إلى خلاصة الكتاب والتي لخصتها في كن مع الله ترى الله معك، وتنتهي في نهاية الكتاب بالعنوان ليطمئن قلبك. وخا هي غادي تقراها علينا من بعد، أعجبني جدا واحد نداء موجه إلى قارئ الكتاب ومن خلال قارئ الكتاب إلى جميع الناس: لقن حواسك تذكر الله في طيبات ما ترى وتسمع وما تمس وما تشم وما تتذوق. الله، هذه هضره راه ما كيقولوش دوك العباقره الكبار ديال الدعوه. غادي تشرب شريبه الماء
حاسه ديالك ديال الذوق تحضر فيها الله سبحانه وتعالى، لكن حواسك تذكر الله تفكر في طيبات ما ترى، شي حاجه زوينه الله ما ترى ما تسمع، صوت جميل الله الجمال، هذه دعوه جميله للايمان. اربط كل اعمالك بالله واجعل هدفك من كل عمل تقوم به الى اخره. خديت لك داكشي اللي غادي تقول، كن صافيا. اسمع شحال ديال الصفات جابت الاخت ساره، غير كل وحده فيهم خصها كتاب. كن صافيا، والناس اللي كيشتغلوا في مجال ديال التنميه الذاتيه الى خداو هاد الفقره هذه بوحدها يديروا منها موديل ديال عامين. كن صافيا، محبا، بشوشا، صادقا، نقيا، خاشعا، زاهدا. والكشاف راه عنده قانون الكشاف فيه بعض المسائل من هالشيء. عابدا، تائبا، مستغفرا، حامدا، شاكرا، ذاكرا، متفكرا، متفائلا، مبشرا، منذرا، مصلحا، قنوعا، حكيما، ناضجا، ناصحا، ناصحا خطأ طبيعي، ناصحا، نافعا، رحيما، يا سلام، كريما، لطيفا، رقيقا، قويا، قانتا، عاقلا، موقنا، خاضعا لله، طائعا، صادق النية، مخلصا، لا تعرف الرياء. مجموعة ديال المواصفات إذا اجتمعت في شخص ما كان قرآنا يمشي على رجليه كما هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مجموعة صفات، وتعمدت أن أقرأها بهذا بهذه الوتيرة لأنني متأكد أنها وردت على صاحبتها بهذا الشكل وبهذا الإيقاع، تك 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 إلى آخره. باختصار، باختصار، كن مؤمنا كما يحبك الله أن تكون، اعمل على تغذية روحك وتقوية صلتها ببارئها، حينها فقط تسمو بروحك وترتاح، حينها فقط تحيا وتفلح وتسعد لأنك مع الله. كن مع الله ترى الله معك، ليطمئن قلبك في البداية. وهذه حالة على سؤال سيدنا إبراهيم، الله سبحانه وتعالى قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، ولكن الأخت سارة تقول لنا هنا ليطمئن قلبك، لا تغفل عن ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ثم تنتهي بخلق طيب، خلق نبيل، بالشكر، لأن من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فتتوجه بالشكر للوالدين، للوالد والوالدة، للإخوة وللأحبة، ولجميع من ساهم في إخراج هذا المولود. أستسمحكم إن أطلت، وأتمنى أن أكون في هذه العجالة قد شوقتكم للإطلاع على هذا الكتاب وللغور في سطوره ولقراءته بقلوبكم قبل عيونكم وعقولكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، وأهنئ الأخت سارة على هذا العمل، وأتمنى لها التوفيق، وأتمنى لها، وبالعكس أطلب منها أن لا تتقاعس وأن لا تتكاسل في هذا المجال، فهي إنسانة موهوبة، لها قلم مبدع، هنيئا لها ونتمنى لها التوفيق وشكرا.